صافي ارتاحيتو دابا عزيتو البنات العافيه وكتشجعوهم على عقوق الوالدين تخرجتو عليهم ودمرتوهم. اللي دار الذنب يستاهل العقوبه، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. القضيه تدخلوا فيها جمعيات كبار ضد عقوق الوالدين، هما اللي غادي يوقفوا هذه القضيه، واخا ضربوا السعاد واخا طلبوا واخا ديروا اللي درتو. دابا جمعيات كبار يدخلوا على الخط لان هذا الشيء زاد عن حقه، والبنات غيمشيو، اللي غتمشي للسجن غتمشي للسجن، واللي غتمشي للاصلاحيه غتمشي للاصلاحيه من الاخر. واللي دار الذنب يستاهل العقوبه، ما يبكي علينا حد ما نبكيو على حد. وكاين شي حوايج اللي غيطراو ان شاء الله غنطرقوا لهم في هذا الفيديو. السلام عليكم المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس العزاز عليكم. كيف العاده ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم ودوبلوا التعاليق فضلا وليس امرا. وغندوزوا للموضوع. قبل ما ندوز للموضوع ديال العاقات المسخوطات، غنطرق واحد المساله. قبل كنت درت واحد الفيديو على سعاد وكنت قاصح معاه في الصراحه، كنقاصح ما نقول لكم علاش. قالوا لي شي بنات لا راه كتبقى ام لا ياسين ما تهضرش بهذه الطريقه هذه. شوفوا سعاد الكبده ديالها شيشه، وانا عارف سعاد كتبقى ام وعارف الكبده ديال الام، هادشي كامل عارفينه، ولكن هادشي زاد عن حده بزاف. خاصنا ضروري نهضر مع سعاد ديك الطريقه باش تحرك، حيت لا بقاو لا وبناتها ولا حق الكبده ولا هذه، راه كان راه كنفكر خويا الماء في الرمله. خاصنا ضروري نهضر مع سعاد ديك الطريقه باش تحرك. شو دابا من خارج من كيبكي المفارقه عم خرج بنت وحده كتغبن كيتاجر فيها وزيد فيه كيهضر في الام ديالها، هادشي عارفه ام هذه لاباس شكايه، وهي كتغبن بالعاني كتمثل دوك دموع التماسيح وكيعرف الام ديالو كتقول لي حاشا باش نقول لها ام، حاشا باش نقول لها ام. حنا راه كل التضامن لا مشروط مع سعاد، وحنا كلنا سعاد وكلنا الام وكلنا المراه المغربيه المظلومه. حنا كندافعوا على سعاد كمراه مغربيه وكام مغربيه محقوره، ماشي سعاد راه اختي ولا امي ولا شي حاجه، ما كتربطني بها حتى شي صله ولا شي علاقه، وكندافع بها عن مبدا. واي وحده ما كان سعاد غندافع عليها، اي وحده كما كان نوعها غندافع عليها، تكون محقوره ولا مظلومه غادي ندافع عليها من الاخر. وكلنا سعاد، انا ماشي تقلت على سعاد ولا شي حاجه، وانما تعصبت على سعاد. تعصبت لان كانوا قالوا ان درنا شكايات شحال هذه كما عارفين، والبارح في اللايف ديالها قالت دابا غندير شكايات دابا ما غنرحم حتى شي واحد. تعصبت ما عجبنيش الحال، لانني كيحسب ليا سعاد دايره شكايات بعقوق الوالدين وشكايات ضد الاصول، داكشي باش تعصبت بديك الطريقه على سعاد. المفارقه دابا مخرج العاقه الصغيره البرهوشه من صديد العنق، كيستعطف بها الام وكيستعطف بها الناس، زعما راه البنت محقوره وهذيك ماشي ام وكيعرف الام. حتى هاد اللايف خاصو يتيليشارجا، حتى داك الفيديو خاصو يتيليشارجا ويمشي لبلاصتو. دابا مادام دخلوا جمعيات اللي غيوقف مع سعاد، دخلوا جمعيات وجمعيات كبار، انا عارف اش كنقول، جمعيات اللي غير البرهوشه مشي الاصلاحيه. مادام ديك البنت كتقولوا انها قاصر بتبعد من السوشيال ميديا، دابا راه الاب اللي كيتاجر بها ديال التجاره في البشر، الاب مزيد البنت كيتاجر بها كيما بغا وكيعرف الام ديالها وهي جالسه حداه، ومازال كتزيد كتسب، مازال عارفه ان الام ديالها دايره بها شكايه، وكتقول لك ما عندها ما تصور حاشا واش تكون ام. وقبيله كتقول لها سعاد، شو البرهوشه وعدم الاحترام، ما كتقولش لامها ماما ولا كتقول لها سعاد بسميتها، وقالت لك حاشا باش نقول لها سعاد. مشي سعاد هنا باش تعلمي تجمعي راسك شويه، حيدي منك الامومه، الامومه راه عارف الكبده، راه عباد الله حنا راه عارف الكبده وعارف الامومه، ولكن راه عندها حدود الامومه. الا كانوا بناتك يحترموها، الا كانوا بناتك يقدروها، واش بناتها داير لي يديهم مع العدو ديالها اللي هي السارعه والمفرقع وتقول لي انا الكبده؟ الله ينعج دبو هذه الكبده، الكبده انا نشويها وناكلها، الا كان الكبده بحال هكا نحيدها نشويها وناكلها. قبيله باش تعرفوا راه مازال زايدين فيه، ما بغاوش تردعوا، ماشي تقولوا سمعت الام ديالها دايره بها شكايه غطلب منها السماحه ولا يدخلوا بخيط ابيض، لا، مازال زايد البنت كتجبها ومازال كتخرج في عينيها، والاب كيتاجر بها كما بغا. هاد الديوتي هاد الشماته هاد عبد الرجال هاد المراوي هاد وجه المصاصط هاد بوكرش هاد الديوتي، ما عاد جذبوك الكلب النفس ديال الرجال ما فكش. خرج بني كيدرك بالوليات، والله العظيم الا هذا اكثر من المراه، شي المراه وفيها النفس، المراه كتكون بنفسها. هذا ما عاد سبوع ما فهمتش هذا، هذا يلقى واحد ناعس مع بنته يخليه يقول لك كمل قضي الغرض، هذا يكون يلقى شي واحد ناعس مع بنته فوق من بنته يقول لك كمل قضي الغرض بصحتك، واش خاصكم شي حاجه نجيبها لكم من بيت النعاس، استغفر الله العلي العظيم. جلس بنته كيتاجر بهم كما بغا، كيحلف في الادسنس بعقوق الوالدين، ولكن دابا غتحمل المسؤوليه ديالك المفرقع. ما تقولوش ليا لا رحموه ولا يخرج يدمع علينا كلب كلوليه ولا يخرج بناتو يستعطف بهم الناس باش يطلعوا الادسنس، ما كاينش الرحمه. هادشي علاش كنا قاصحين مع سعاد، وخاص القنوات كاملين يكونوا يهضروا بهذه الطريقه. سعاد غديري شكايه بناتك
احنا معاك قلبا وقالبا، ولكن السعاد دي تنازل ما نعقلوش عليك وما رحموكش، ما نضامنوش معاك اختي تخرجي تبكي علينا. من الاخر البنات ما بكاوك مره، ما بكاوك جوج، ما بكاوك ثلاثه، شو العاقه الكبيره شنو دارت فيك؟ زيدها العاقه الصغيره تي طالعه وتقولي لي انا بناتي نمشي نطلب عليهم الناس في المحاكم، الا ما يدخلوش للسجن، الا حق بويهم اللي كيعمرهم، بويهم كيعمرهم، بناتك كيعارفوا كلشي، بناتك راه الفعيل اللي كيديروا ما كديريهمش انت، البنات الفعيل ديالك كيديروا ما ديريهمش انت، سير تمتعي مع راسك ولكن ديري ماشي كيمشيو للاصلاحيه، الاصلاحيه راه كيأدبوا ما كاينش ما غيضربوهم، اداه تمشيو تأدبوا، السجن راه مؤسسه كتمشي للمؤسسة التربوية كتمشي تما كتأدب بزمنك، شحال من واحد كيكون مع شنو كيدير، كيدخل للسجن باباه كيعذبوه كيخرج أشد طريق كيتربى تما، اللي ما مربيش كيعاودوا ليه التربية تما، هو هادشي اللي خاصو يكون، اللي ما مربيش يربي المخزن. الحمد لله عندنا القضاء ديالنا في المغرب والقضاء النزيه سيرتو الشكاية ضد الأصول. أنا نقول لكم واحد القضية، أنا ديك المرة ملي سعاد قال درت شكاية بناتي ضد العقوق وهادي، بقيت كنقول كيفاش الشكاية تعطلات ما تفعلاتش، مع العلم حنا أن عارفين أن الشكاية ضد الأصول أو الشكاية اللي فيها عقوق الوالدين كتفعل دغيا دغيا وكيعطيوها أهمية كبيرة، بحال الشكايات كيعطيو ما كيتراحمش معاهم القانون. كنقول كيفاش؟ حتى البارح كنتفاجئ بحالي بحالكم أن راه ما كاين لا شكاية لا والو، الله غادير شكاية، بقى فيا الحال ما نكذبش عليكم، قلت علاش حنا كنتقاتلو وكنتعصبو راه كاين الناس كيبكيو في الخفاء، راه أنا كيتعطلو كيعيطو ليا الناس كبار من الجاليه ولا من المغرب، واحد الحاجه كتعيط ليا راه ما تصبروش ليها، راه كنبقى شاد معاها التليفون مسكينه بالسويع كتبكي كتقول لي اولدي راه دمرتني سعاد، اولدي راه دوك البنات راه قهروني، اولدي راه كنحسبهم انا بناتي كيضربوا فيا، قالت لي راه خرجوا لي على بناتنا قالت تصور هي مع مراه كبيره وعندها ولي حفيده في الدار، قالت لي راه ما كنقدرش نخليهم يهزوا يوتيوب على ود العاقات المسخوطات اللي تما يعودوا يديروا بحال هكا، قالت لي وليت كنخاف وكتبكي مسكينه كتبكي مع سعاد، ما يبقاش فيكم الحال تشوفوا ناس كيبكيو وسعاد كتسامح، لا الله يسامح حق الكبده حق هادي وتخرج تبكي، علاش ما يبكيوش هما داك البكا اللي كتبكي انت، اي بكيو هما ما تبكيش انت، فهمتوا علاش حنا كنغوتو وكنتعصبوا؟ بالعكس انا تعصبت في فيديو الصباح ديال سعاد من مصلحته، كل ما كنت باغي لها مصلحته ما يهمنيش انا يضربوا فيا ولا يجلس، ولكن لا خاصهم يتادبوا لان هادشي راه بزاف راه ما يمكنش، راه الدول اللي كيتفرجوا فينا الناس من كل جهه راه كيقول لك اش هادشي وقع في المغرب، اش هادشي وقع عندكم، وكاين جزائريات وتونسيات تحيه لجميع الدول العربيه كيتفرجوا فيا وكيكتبوا لي التعاليق وي اش هادشي وقع عندكم يا ياسين، اش هادشي وقع عندكم، فتقراو التعاليق وتشوفوا، كنقول لهم راه ماشي كلشي، راه هاد العائله موسخه، راه هاد العائله مشوهه، راه هاد العائله ديال الديوتيين، راه هاد العائله ديال الشميت، هاد العائله ديال عفه الرجال، هادو جا القزيبه هادو جا المصاص الديوتي هاد المغت هاد المغتصب، راه هو كانوا كيشدوا الرجال والله الا قال الاخبار ضيعه انه هو كان صاحب مع شي واحد هاد المفرقع هذا رميتلي، هو خاصو شوف المفرقع ما ترحموش جدبوه الكلب اعطيو لمو على شي دور، ولد شنيتيكا ولد السحاره الله يتبعكم البلا، لان هادشي زاد علينا من ميكو علينا من نقولوا دابا دابا يهدي من الله دابا يهدي من الله دابا يهدي من الله، واو البنت قبيلة خارجة كتجب وكتلقى لما انت حاشا باش تكوني ام، سير صب نعس السليب ديالك خانز بقى حاشا باش تكوني ام، عطسك مع الهضرة بحال البنات بحال لالياتك، كتلقى عندها 12 عام وتبارك الله الاحترام والاداب والبراءة في وجهها، انتم وجهكم ماسخ وجه العاهرات عندكم، ما عندكمش وجه البنات المقودات وجه العاهرات، باروشة ديال الخلا 15 عام ودايرة تاهي باش تعرف بويهم ما كيهموش، قبيله قال لي ما عندها 14 ولا 14 ونص، قالت لي هي لا عندي 15 ما عرفتش حتى بنت شحال في عمرها وداوي، وتقول لي الاب الحانون هذا راه الاب المغتصب ماشي الاب الحانون، وكان لحم بناته الله يعطيه شي مصيبه، ضعيفوا في التعاليق ضعيفوا في المشاهدين تحياتي لكم.